بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال. وحشتوني جدا جدا. فيديو النهاردة بإذن الله يا رب يكون خفيف على حضراتكم وينال إعجاب حضراتكم. نبتدي كده مع بعض حبايبي، يلا بينا. عندنا قطعة من الخيش، وعندنا الخيط الصوف ده، هنشوف هنستخدمهم ازاي. هنجيب اي حاجة مدورة كده، ممكن غطاء ازازة او المسطرة دي، تمام. انا هاخد المقاس ده كده وهعمل منه كذا دايرة. بسم الله. اعمل كده النموذج ده، اعمل كمان واحدة. وهاجي اقص الدوائر دي. بسم الله كده. فرقة بس كده اهي. بالشكل ده. وهاجي بمسدس الشمع. وهلف حواليها خيط صوف اي لون يعجب حضرتك. وليكن اللون ده كده، تمام، بالشكل ده. هلفها حوالين الدايرة بمسدس الشمع كده. احط شمع خفيف خالص والف في ايه الخيط بالتراضي. تمام. بالشكل ده لحد ما الف الدايره كلها، تمام. هاجي بقى هقص الخيط، وهقص الخيش الزياده اللي بره الدايره، اي خيش زياده انا هقص كده لحد ما الاقيها بس اللي على الطرف، الخيط اللي هو الصوف ده. بعد كده هاجي هنا مكان نهاية الخيط وهعمل تانية كده على الطرفين بالشكل ده، عشان انا عايزة المنظر بالشكل ده كأنها ورقة شجر بالظبط، تمام، بالمنظر ده كده حبايبي. وبرضو الطرف دي انا هقصها، قص الطرف ده كده اسويه، تمام. وهاجي الطرف ده برضو هنضفه كده، تمام، بالشكل ده. وتبقى عندي عايزة اقفلها شوية، شمع خفيف خالص والخيش بيلزق من اقل حاجه بالطريقه دي. طبعا انا جهزت عدد كده عشان وقت الفيديو،
مش طويل، فانا هجيب الابرة والخيط ونشبكهم كده مع بعض، نحاول كده بالراحة الطريقة دي. بالشكل ده، واكمل العدد اللي عندي. انا عاملة 6 على حسب الوردة ما تاخد، او انت عايزاها مثلا كبيرة او صغيرة. طبعا الوردة دي ممكن نستخدمها في تزيين مفارش الخيش، او ممكن نستخدمها كتوكة برضو تبقى جديدة بالشكل ده. وهاجي ادخل كده في العقد اللي انا عاملاها الاول دي، تمام، واضمهم على بعض بالطريقه دي، اوضبهم بس كده وايه واضمهم على بعض. بالشكل ده واقفل عليهم كويس، وبعد كده اثبت من تحت بالشكل ده. الطرق دي هاجي بس مسدس الشمع وبين كل واحدة كده، واعمل ايه حاجة بسيطة خالص من الشمع عشان برضو تبقى ثابتة معايا بالشكل ده. وانا عملتها قصدت اعملها بالخيط الاول عشان برضو تبقى امتن، و ازود عليها بايه بالشمع كده الطرق دي. وكمل بالشكل ده. طبعا دي لو توكة هتبقى جديدة من نوعها. ممكن نزود بقى طوق عندنا، تمام. هاجي هنا في النص واحط ايه اي شكل كده يفتح الدنيا، هحط ايه حبايه لولي مثلا، انا عندي حبايه اللولي دي ممكن الزقها وممكن احطها بالخيط، فانا هعملها بالخيط احسن بالشكل ده، هتفرق معايا برضو. ممكن برضو ازود عليها ان انا ايه احط حبيت لون كده في كل بتلة كده بالشكل ده، برضو هتدي لها ايه منظر برضو. دي مشيلش الشمع الا ما يلزق، لو عايزه الف بس الخرابة دي عشان ايه بالشكل ده.
الفترة دي. بس عايزة ألفها عشان كانت مفتوحة لفوق، بيبقى الشغل بتاعنا ايه مظبوط. الترعة دي أصبح عندنا وردة ممكن نستخدمها كتير جدا. الطريقة دي، ده كان فيديو النهاردة حبايبي، أتمنى ينال إعجاب حضراتكم. ما تنسونوش من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصلوا كل جديد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.